نحن هنا جينا مش عشان نعلن الحداد، عشان نطلق شرارة أخرى للمقاومة، موجة أخرى من موجات المقاومة. وبالتالي نحن لن نرفع شرارات الحداد، ولسه الموضوع مفتوح، وإحنا بنخوض هذه المواجهة منذ بدأت تحت شعار عظيم للوطنية المصرية اللي هو النصر أو الشهادة. لأنه عشان توصلنا رسائل التروية إن في قوائم وإن في كذا كذا كذا، إحنا عاملين حساب، عاملين حسابنا على كل ده. لكن المواجهة دي مواجهة تتعلق بالأرض، والأوطان تعرف بحدودها، الأوطان تعرف بحدودها. يعني إحنا ممكن نختلف في النظام ليبرالي ولا تسلطي ولا استبدادي، النظام الاقتصادي اشتراكي ليبرالي عشوائي طفيلي نهبي، لكن الأرض هي الثابت على مر التاريخ اللي لا يختلف عليها غير الشرفاء والخونة. لا مجال للنزاع. احنا شفنا حكومة بتزور الأدلة اللي تثبت ملكية أرض مصر لطرف بينازعها فيها، بتزور له الأدلة وبتسخر مواردها انها تتحول لإدارة قانونية للمملكة العربية السعودية للطرف اللي بينازعها على حق مستقر على مر التاريخ لمصر ومضمون بأحكام القضاء ومضمون بالدستور. وشفنا ده فصول مأساوية كتيرة يمكن هي اللي عاملة هذا الجو الحزين الكئيب، ان احنا قاعدين في اجتماع عشان نناقش الارض، ان النزاع في مصر نزاع حوالين ارضنا مع طرف مصري او يفترض انه يكون مصري، فدي مأساة كبرى. لذلك احنا هذه المواجهة سوف نستكملها، واذا كان لديهم وهم، لان هم بيرعبوا ده، ان الشعب المصري لا تحركه غير بطنه ولا يحركه غير لقمة العيش، لا، الشعب المصري منذ فجر الحركة الوطنية وثورة 19 كان شعارها الاستقلال والدستور. ثورة 19 وامتداداتها كان شعارها الاستقلال والدستور، ما كانش فيها بقى عيش وزيت وسكر. والشعب ضحى تضحيات كبرى في هذا الهدف. وثورة 25 يناير كان شعارها تآخى مع العيش، مع الإفقار المتزايد، الحرية والعدالة والكرامة. ما كانتش ثورة البطون الخاوية، كانت ثورة الشعب الذي يدافع عن حريته ويدافع عن كرامته ويتمسك بها ويدافع عن ضرورة العدالة الاجتماعية. ومن أكبر حركات التاريخ في مصر اللي هو بقى بمناسبة إن احنا في شهر يونيو، كان 19 يونيو عندما خرجت الميادين الملايين في الشوارع عشان تقول للجيش حافظ على الأرض، دافع عن الأرض، استرد الأرض. خرجت الملايين تقول بالجيش بالشعب، هنكمل المشوار، بنروح بالدم هنكمل المشوار، ما قالتش عارفين الزيت ولا عارفين السكر، قالت بالجيش بالشعب هنكمل المشوار. واصدرت امر قتال لعبد الناصر وهو يتنحى، واصدرت امر قتال للجيش وهو في حاله انحصار وفي حاله تراجع وفي ظرف ازمه، واعادت التماسك للقوات المسلحه المصريه ولزعيم كان يقدم استقالته ويتوارى ومصر، وبعدها انطلقت حرب الاستنداد. كل ده ما كانش فيه الزيت والعيش والسكر. الملايين اللي خرجت تقول الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام في 25 يناير، الملايين دي كانت بتقولها ما بتقولش عشان العيش بقى بس، العيش والحريه والعداله والكرامه.